أهلا فيكم من جديد، يا رب تكونوا بخير. هذا الدرس الثاني من سلسلة تعلم أساسيات الرفت المعماري. في الدرس السابق غطينا واجهة المستخدم، تركت لك رابط الفيديو في الوصف ظاهر لك على الشاشة لو تحب تبدأ فيه وترجع تكمل بعدها معنا من هنا. درس اليوم نتكلم عن بعض النصائح الخاصة بواجهة المستخدم وبعض المفاهيم اللي من الأفضل أنك تكون ملم فيها، بتيسر لك رحلة التعلم وتخليها ممتعة أكثر بإذن الله. زي ما وعدتكم بنحاول الدروس ما تكون طويلة، فمن الأفضل ننتقل لأول معلومة. عرفنا في الدرس السابق انه الجزء اللي في الاعلى اسمه ربن، وهذا الربن مقسم لمجموعه من التابس زي الاركتكتشر، ستراكشر، ستيل وهكذا. في بعض التابس احنا ما نستخدمها كمعماريين، فكيف نخفيها من واجهه البرنامج؟ بنروح لقائمه فايل وننزل تحت الاوبشنز، نضغط عليها، بعدها ندخل لليوزر انترفيس اللي هو ثاني اختيار ونشيل الصح من عليهم. تقريبا كل هذه الاشياء ما نحتاجها بس، وبعدها نضغط على أوكي. انتبه لما أضغط على أوكي بتختفي عندنا من هنا، نضغط على أوكي ولا تقلق إحنا ما حذفناها ولا شيء، مجرد أننا أخفيناها. طبعا من الأفضل بما أننا لسه بنتعلم البرنامج أن نعرف الاختصارات المهمة اللي بنستخدمها على الأقل بكثرة لبعض الأوامر. طب كيف نعرف الاختصارات؟ مثلا الوول، الحائط، WA، كيف عرفنا؟ من القوسين، داخل القوسين في الاختصار، مثلا الدور DR، الويندو WN. فبكذا وإحنا في المشروع مجرد أن نضغط على WA لو نبغى نضيف حائط بأي وقت ونرسم الحائط. وممكن نسوي تخصيص لبعض هذه الاختصارات، نضيف اختصار أو نغير اختصار في الكيبورد، تطلع لنا قائمة الاختصارات أو الكيبورد شورتكتس، ومن هنا نقدر نضيف أي اختصار نبغاه، نكتبه هنا، نبحث عن الأمر، نختاره، وبعدها نضيف هنا الاختصار ونضغط على أساين. طبعا من المهم أنه يكون الاختصار مو مستخدم من قبل، ولما نخلص نضغط على أوكي. لو نسيت هذا الاختصار بتروح لقائمة فايل وبعدها تدخل على Options، ننزل لليوزر انترفيس ومن هنا الكيبورد Shortcuts، نختار Customize ومن هنا نفس القائمة بالضبط، ونقدر نضيف أي اختصار احنا نبغاه. ممكن نستخدم وحدة قياس لما نجي نرسم مختلفة عن وحدة قياس المخصصة للمشروع، بمعنى هذا المشروع لما نجي نضغط على الـ UN على الكيبورد عشان يدخلنا لوحدة القياس بنشوف اللينكث مليمتر، وندخل على نفس هذه القائمة من قائمة مانج، نضغط على الـ Project Units وهنا بنشوف نظل نفس الشيء إنها مليمتر. وإحنا بنرسم مثلا نرسم وول، نضغط على WA زي ما تعلمنا، نرسم الحائط مثلا بنشوف انه قاعد يرسم لنا بالملي، بس احنا لو نبغى نحط القيمة بالمتر او اي وحدة قياس ثانية مثلا نكتب 9 ونحط حرف الام في الكيبورد، نضغط على انتر فكذا على طول رسم لنا حائط طوله 9 متر. ونفس الشيء بالكويك دايمنشنز، يعني واحنا مثلا حطينا ويندو على هذا الحائط بنشوف انه مكتوب الدايمنشنز بالملي، بس لو جينا مثلا نبغاها 4 متر نضغط على 4 نحط ام، نضغط على انتر فكذا صارت بالضبط 4 متر. ممكن تبحث داخل البروجكت براوزر بانك تضغط عليه وبعدها نضغط على كنترول اف على الكيبورد ونبحث هنا، مثلا نبحث عن اي كلمه احنا نبغاها، على سبيل المثال ستيل، مجرد ان نضغط على نيكست بيبدا يحدد على كل الفيوز اللي فيها كلمه ستيل، سواء كانت شيتس، سكيدجولز، وبيستمر يحدد عليها. هذا شيء بيساعدنا مرة لما يكبر عندنا المشروع وتصير عندنا تفاصيل كثيرة وفيوز كثيرة وشيتس. لو نسيت الاختصار كنترول اف ممكن بس تضغط على الماوس رايت كليك وانت في البروجكت براوزر وتختار سيرش، ومن هنا نفس الشيء تبحث من جديد. في بعض الأوامر في ريفت لازم نضغط على الاسكيب كي مرتين عشان يطلع لنا من الأمر، على سبيل المثال الحوائط، لما نضغط على WA عشان نرسم وول، احنا رسمنا مثلا الوول اللي احنا نبغاه، نضغط على الاسكيب مثلا لو ضغطنا مره بس احنا لسه في نفس الامر زي ما احنا شايفين من الماوس، انه احنا لسه نقدر نستمر نرسم، واحنا شايفين بعد من الموديفاي من هنا انه كل هذه الاوامر خاصه في الوول، فعلشان نطلع نضغط على الاسكيب مرتين ورا بعض. احنا الحين نضغط على مره لاننا ضغطنا على المره الاولى، بس لو نعيد من البدايه مثلا الوول ضغطنا عليه نبغى نطلع من الامر تماما، نضغط عليه مرتين خلاص على طول طلعنا من الامر. في بعض الاوامر لا، مثلا الدور لو مثلا نبغى نطلع منه نضغط على الاسكيب مرة واحدة فكذا طلع لنا منه. لما نضغط في الماوس رايت كليك في مجموعة من الأوامر اللي بتفيدنا، وبتختلف هذه الأوامر بحسب الفيو اللي احنا فيها أو احنا محددين على شيء أو لا. مثلا في الليفل 1 احنا مخطط عندنا هنا مجموعة من الأوامر للزوم، فايند، ريبيت، آخر الأوامر. لما نروح لل 3D أيضا نضغط في الماوس رايت كليك عندنا مجموعة مختلفة
من الأوامر. ولما نكون محددين مثلا حددنا على حائط بنشوف ان المعلومات او الاوامر زادت، لما نحدد على سكشن الاوامر مختلفه، لما نحدد مثلا على ويندو الاوامر مختلفه وهكذا. لكن كل هذه الاوامر جدا مفيده وبتفيدنا واحنا بنشتغل. لو نبغى نكون اسرع واكثر كفاءه بالعمل وبعد ادق، ممكن نشتغل على كذا فيو مع بعض بنفس الوقت ونشوفها كلها. مثلا عندنا هنا فاتحين المخطط ليفل 1، نفتح 3D Elevation و Section ونفتح واحد من الديتيلز ونبغى نشوفهم كلهم بنفس الوقت بدل ما نتنقل بينهم كذا. نضغط في الكيبورد على WT بيسوي تايل لهذه الفيوز. ولو نسينا الاختصار ممكن نروح للفيو ونختار من هنا تايل فيوز، نفس الاختصار بالضبط. نبغى نشوفها كلها زوم، نضغط على Z و A في الكيبورد فتكون كلها كذا زوم. عرفنا قبل دقائق ان نقدر نضغط على WT عشان نشوف مجموعة من الفيوز مع بعض، او اننا نروح للفيو ونختار تايل فيوز. بس مو بس كذا، نقدر نرتب هذه التابس باننا نفتح مجموعة من الفيوز ونرتبها داخلها. مثلا نفتح elevation ثاني، فتح لنا اياه مع المخطط بس نبغى elevations تكون مع بعض، نسحبه بس نسوي دراج لما يصير لونه ازرق نخليه، فكذا صارت elevations هنا. نفتح مخطط ثاني نفس الشيء، بس اننا لما يفتحوا هنا نسوي له دراج. لكن لو تبغى على طول يفتحوا بالمكان الصح، خلي الاكتف اضغط عليها، اضغط على التاب اللي انت تبغاه يفتح فيها، مثلا نفتح اليفيشن ثالث، فكذا على طول بيفتحوا بالمكان الصح. بس عادي يعني لو ما ضغطت عليه ممكن تسحب وتسوي دراج وكذا بتترتب هذه التابس وتقدر تشتغل عليها. لو تبغى تلغيها وترجع زي ما كنت الفيوز مفرقة، اضغط على هذا الاختيار تاب فيوز بيرجعها كذا نفس الشيء، بتكون متفرقة بهذا الشكل. وانت بتشتغل ممكن تفتح كثير فيوز وتشتغل عليها بس خلاص ما صرت تحتاجها، ممكن تسكرها كلها بضغطة زر انك تروح لفيو وتكون واقف على الفيو اللي انت تبغاه ما يسكرها. بعدها تختار هذا الاختيار close inactive views، بيسكر كل الفيوز اللي ما هي active، بيخلي الفيو اللي انت ضغطت عليها بس اضغط عليه بيسكرها كلها بضغطة زر ويبقي لك الفيو اللي انت مختارها انها هي اللي تكون الاكتف. لما نفتح مجموعة من المشاريع ملفات مختلفة ممكن نتنقل بينها بأداة اسمها Switch Windows، نوصل لها اما من قائمة View بتكون موجودة عندنا من هنا، نضغط على هذا السهم عندنا كل المشاريع المفتوحة وموجودة ايضا بالQuick Access Toolbar اللي قلنا عليه المرة اللي فاتت في الاعلى هنا. لو كانت ما هي موجودة عندك هذه الايكون اضغط على السهم وحط عليها صح بتظهر عندك. نفس الشيء بتكون عندك كل المشاريع او ممكن تتنقل بينها بهذا الشكل. لو كان عندك شاشة إضافية ممكن تستفيد منها وانت بتشتغل بالبرنامج. كل اللي عليك تسويه مثلا بتنقل 3D للشاشة الثانية، تسحبها تسوي لها دراج لين الشاشة الثانية، تضغط دبل كليك عشان تكبرها وتشتغل على كل الاثنين بنفس الوقت وممكن تعدل عليها من هنا. نفس الشيء اي فيو تبغى تنقلها بس اضغط عليها سوي لها دراج وحطها في الشاشة الثانية. لو تبغى ترجعها بس اسحبها ورجعها زي ما كانت، وكذا بكل سهولة تقدر تستفيد من الشاشة الثانية وتشتغل بطريقة أوسع وأوضح. المودفاي تاب في بعض الأوامر اللي دائما تكون فيه ما تتغير، هذا الجزء ما يتغير، لكن لما نحدد أو لما نرسم بتنضاف مجموعة من الأوامر بيكون حوالينها لون أخضر تتسمى contextual tab. مثلا حددنا على حائط أو رسمنا بنشوف أنه صارت لونها حوالينها لون أخضر أو تنت أخضر، هذه اسمها contextual tab وانضاف كلمة walls جنب المودفاي. لما نحدد مثلا على structural column نفس الشيء انضافت مجموعة من الأوامر المختلفة. لما نحدد على section أوامر مختلفة يعني على حسب إيش تحدد عليه، أو لما نجي نرسم نضغط على مثلا W ونرسم حائط بنشوف انضافت أوامر مختلفة. من المهم أن نفهم التسلسل الهرمي للفاميليز داخل برنامج الريفت، تعالوا نشرحها بطريقة بسيطة. نروح للبروجكت براوزر، ننزل على تحت للفاميليز عندنا كذا علامة زائد نضغط عليها، بنفتح بتكون عندنا هذه كلها كاتيجوريز، الواحد منهم تعتبر كاتيجوري يعني الويندوز كاتيجوري. لما نفتحها بتكون عندنا هذه فاميليز يعني الواحدة منهم تتسمى فاميلي. لما نضغط على الزائد مرة ثانية بتكون هذه تايب، أحيانا بيكون عندنا ون تايب وأحيانا بيكون عندنا مجموعة من التايبس. لما نضيفها على المشروع بتعتبر هذه انستنس، بيكون عندنا ون انستنس تو انستنس وهكذا، هذه الثانية مثلا.
تعالوا نغير عليها نشوف ايش يصير. لما نضيف، خلونا نضيف مثلا سكاي لايت ثاني عشان نشوف قدامنا وش يصير. لما نحدد عليها بعدها نبغى نغير مثلا الويدث، نضغط على edit type، بعدها نروح للويدث نغيرها، نضغط على apply، بنشوف ان كلهم يتغيرون مع بعض. اوكي، في بعض البارامترز اللي نقدر نغيرها، مثلا نحدد على هذه الويندو من البروبرتيز نغير السيل هايت، نخليها مثلا، نضغط على apply بنشوف انها تغيرت الحالة. هذه بعض البارامترز اللي نقدر نتحكم فيها من برا وتأثر على بس الويندو اللي احنا محددين عليها. ولين نكون خلصنا الدرس الأول، إن شاء الله كل شيء واضح وبسيط. إذا استفدت شعرني بالضغط على زر الإعجاب، بكون شاكرة ومقدرة. الدرس القادم بنشرح عن التحديد أو السلكشن، فلو تهمك هذه المواضيع اشترك في القناة، فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. نلتقي في فيديو الأسبوع القادم، في أمان الله.